مرحبا بكم في الجزء الثاني من كيف نختار الخبز الصحي. لأن الخبز يعتبر شيء أساسي في النظام الغذائي لغالبيتنا ودائما بيكون على رأس قائمة المشتريات، مهم جدا نعرف كيف نختار صح. زي ما قلنا في الجزء الأول إنه مهم نتعود ونتعلم إنه نشوف المكونات ونقرأ البطاقة الغذائية، لأنها فيها أشياء مهمة بتساعدنا إنه نعرف كيف نختار ونحدد ما إذا كان صحي أو لا. زي ما شايفين هنا عندنا خبز الشوفان من الريف بدون سكر مضاف، يعني خالي من السكر الأبيض، وده مهم جدا خصوصا إذا كنا بنعاني من السكر أو معرضين للإصابة بالسكر أو حتى علشان نحافظ على صحتنا بشكل عام. كمان مهم جدا إنه يكون مصنوع من الحبوب الكاملة، لأنه ده بيعني لي إنه غني بالألياف وغني بالعناصر الغذائية، وكل ما كان بدون مواد حافظة بدون محسنات خبز كل ما كان صحي أكتر. ولازم نسبة الملح أو الصوديوم تكون أقل من 5%. زي ما شايفين هنا موضحة القيم الغذائية لكل رغيف، موضحة السعرات الحرارية، نسب البروتين، نسب الألياف، نسب الدهون، ومهم جدا إنه يكون خالي من الدهون المتحولة. الشوفان بشكل عام غني بالبروتين، غني بالألياف ومضادات الأكسدة، خصوصا ألياف البيتا جلوكان اللي هي بتحفز على إنتاج هرمون الشبع وكمان بتحفز على نمو البكتيريا النافعة. الشوفان بشكل عام بيساعدنا على مفيد لصحة القلب، لعلاج السمنة، السيطرة على نسبة السكر بالدم. أتمنى إنه الفيديو ده يساعدكم على الاختيار الصحيح.